اطيب المحصول. لحظه المطبخ يا عيال معليش انا مضطر اقطع السالفه لانه في موضوع الحين صاير في مشكله هنا. صاير مثلا عبد المجيد يلاقي نظاره يلاقي ساعه يجي الحلف مع المنيف. ايه منيف يلاقي للامانه للامانه ما حلف ما حلف يجي حلف مع صاير الوضع يا طويل العمر حلالك شلال صاير لا عشان عشان ما رجع يا منيف انا ما راح ارد عليه لان قلوبنا واحده ونظراتنا واحده يا الحبيب انا ما كلمتك انت من زرت ليفتي ولا غاصب انا ما كلمتك يا ساعد زلت من الليفه انت اسمع للامانه مش منظم الرجال ما اهداني ولا شيء قال هذه المن قلت ما ادري ويش ذا العيال قلت عطني اياها الرجال لين القى راعيها واخذته ولبسته وطلعت ما شاء الله ايجار صراحه انت انت لقيتها شمد ربك ومن اجت صالح صالح انا مغسل بين الدجاج والثلاجه دقيقه الحين ثلاث رجال يا بدر ابو غنى ثلاث رجاجيل قايمين على المجلس عشان تجلس وخشيه تطلع حرامي يا ابو غنى ثلاثه قايمين على المجلس وخشيه تطلع حرامي للاسف والله هذه يا ولد هذه شوفك الوادي حلال اعطني كوب يا صالح لبه ما اعطيه هذا كوب